سوسو قلبي بيوجعني قوي، مش ناوي بقى تدخلي المستشفى. دخل عليك ياخد اجلك يا بعيد، يا برشامجي، يا حشاش، يا المانع. انا كلمتي كلمك عزرائيل ان شاء الله. تتعاكس بنت حكيتي يالا، انا هعلمك الادب. معلش يا سوسو حقك عليا، واد قليل الادب ومش متربي، بس انا هربيهولك. ده انا ربيه وربي اللي يربيه. ماشي يا سوسو. انت الواحد ربنا يتوب عليه. حتى المامة. نعم. لا يا جدع مش قوي كده. يا عم بتزق ليه يا عم؟ ما تستنى ما تستنى انت كمان. يا عم مسجل على ايه؟ الله يبتليك بكمين يسحب رخصك يا بعيد. تعالي بقولك. يا بنت هو كل اللي اتكلم معاك تتخانقي معاه؟ راح فين؟ تعالى اوصلك. مشواري بعيد قوي. احسن برضه. هو ايه اللي احسن ده؟ عشان نعرف ناخد ولادي مع بعض. يلا اركبي. يوه ما تطلع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتتحولي ولا ايه؟ اموت انا في المشي البطال. معاك لبن يا عسل؟ معايا كل حاجه، بس انت تقول وتلاقيني تحت امرك. طب بس توصلني بعد كده للكبير اللي انا بشتغل فيه في شارع الهرم. شارع الهرم، شارع شبرا، انا جاي معاكي في اي شارع، انت بس تقول انما انت ليه شغاله يعني في شارع الهرم؟ فينك؟ بتصل بيكي بقالي ساعة. في ايه يا لؤي؟ بتتصل بيا 5 مرات في وقت واحد. ايه؟ روشتني. روشتك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده بدل ما تقولي لي سوري على اتأخرت عليك ساعة. سوري؟ سوري على ايه؟ اتأخرت؟ فيها ايه؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه الوش اللي انت مديهوني ده؟ مالك فيها سوسو؟ مفيش. لا في طبعا. بس اهدي اهدي اهدي. قلت لك مفيش يا لؤي. طب اهدي بس شوية. اشربي الاول. لا يا اخويا مش عاوز اشرب حاجه، انا ولا عايز اشرب ولا عايز اكل، انا شويه وماشي. مالك يا سوسو؟ مالك بقيتي ويرد قوي ليه كده؟ بص بقى يا ابن الناس، سيبك من حكايه حبي وحبك، ما تاكلش معايا. هو ايه اللي ياكل وايه اللي يشرب وايه اللي انت بتقوليه ده؟ زي ما سمعتني دلوقتي، انا مش بتاعه حب. انا لو سبت نفسي للحب هقعد في البيت، مش هلاقي العيش الحاف لا انا ولا اخواتي. ايوه يا سوسو بس انا بحبك. فكك بقى من الحوارات دي يا ابن الزواج. سلام، اصل هتاخر. متر. مبروك مبروك يا عريس. مبروك يا فؤاد بيه. مبروك يا عمي. على الطلاق انت عمي. عارف ليه؟ عشان انت قدرت توصل للي انت عايزه. ولد احترم نفسك. سوري يا مامي. سوري. I am so sorry. مبروك يا عروسة. ولد انت اتجننت. انت اتجننت رسمي. نسيت اعرفك. مين دي؟ سوسو مراتي مضيفة في أكبر كباريه في شارع الهرم. لا 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 انت مجنون. مش ممكن مش ممكن طبعا يا ابني. يوه مش عاجبكي ولا ايه؟ خراسي انت خراسي. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ هي حرة تقولي اللي هي عايزاه. انت مش حرة وبتعملي اللي انت عايزاه تتجوزي اللي انت عايزاه. انا كمان حر واعمل اللي انا عايزه واتجوز اللي انا عايزه، وانا اخترت دي سوسو. خلاص خلصت اللي عندك ولا لسه في كلام تاني عايز تقوله؟
يا عريس، عايز تطردني ولا ايه؟ لو ما اتكلمتش بأدب هطردك. يا راجل عيب عليك، ده انا جاي ابارك وهني. ده النهارده فرح امي يا جدعان. اعزائي الحضور، مع مسرح المنوعات ونجمة مسرح المنوعات سوسو مراتي. عن اذنك يا حمادي. طمني يا دكتور، مش خير؟ خير. مبروك. مبروك على ايه؟ على البيبي اللي جاي في السكه. انت حامل يا مدام؟ حامل؟ انا مستغرب، انت زي ما خدتيش بالك. دوخه، ترجيع. يا مصيبتي. انت زعلانه يا مدام، المفروض انك تبقي مبسوطه. من هنا ورايح تاخد بالك من نفسك. 3 شهور الاولين في الحمل، واهم 3 شهور. اعمل ايه يا ربي في المصيبه اللي انا فيها دي؟ جرى ايه؟ ما تنطقي يا سوس، انت جايباني على ملا وشي عشان تسمعيني سكاتك. انطقي قولي في ايه. انا ضعت يا سوسو، ضعت. وايه الجديد يعني يا بنت؟ فهميني، انا اتضحك عليا، ضحك عليا واتظلمت من اخر واحد في الدنيا. اصدق انه يعمل معايا كده؟ يا اختي احنا بيورد علينا اشكال والوان، تكونيش قصدك على الولا صاحبك الكاجوال ده؟ في ايه يا بت؟ مالك؟ انا عمري ما شفتك كده. انا عامل. يا لهوي. بس لامي تسمعنا. يا وقعتك السودة، انتي ما قلتلاش؟ لؤي ولع في الورقتين وقال لي مش هعترف بالواد اللي في بطنك. وانتي ايه اللي وصلك لكده؟ ما امنتيش نفسك ليه؟ كنت فاكراها جوازه زي اي جوازه، لكن غدر بيا، طلع ندل. وهتعملي ايه؟ ما انت لازم تتصرفي وتنزليه. مش عارفه يا سوسو، مش عارفه اعمل ايه، هتجنن. ولما يعدي عليكي كام شهر وتبقى بطنك قدامك كده شبرين ثلاثه، هتمشي في الحاره ازاي؟ ولا هتقولي لامك ايه؟ مش عارفه يا سوسو، مش عارفه. بقولك ايه، احنا ندور على حد يكتب عليكي ورقه وقتي. ما هي دي مصيبة لازم نخلص منها، وبعدين أمك والشغل هنقول للناس إيه؟ ما أنتِ لازم تفكري يعني. سوسو، ازيك يا دينا؟ لا مؤاخذة يا أختي، عزاكي في كلمتين. اتفضلي، أهلاً وسهلاً. قولي لي الأول، تحبي تشربي إيه؟ لا متشكرة ولا حاجة، أنا جاية عشان عندي مشكلة ومفيش حد غيرك هيقدر يساعدني. طب قوليلي إيه هي المشكلة، ولو بإيدي حاجة مش هتأخر عنك أبدا. لؤي. ماله لؤي يا سوسو؟ مش عاوز يعترف بابنه. ابنه؟ أنا حبلة من لؤي. وهو قالك إنه مش عايز يعترف؟ والنبي يا دينا، أنت يا أختي تقدري تكلميه وتلاقيني دماغه، أنا كده هتفضح. مش ذنبي يعني إني حبيته. طب قوليلي، عايزاني اخليه يعمل ايه بالظبط وانا هخليه يعمله؟ يجي يطلبني من امي ويكتب عليا، ان شاء الله يسيبني بعدها بيوم. والنبي يدينا يا اختي، هو في جنبي ساعديني. حاضر، اهدي انت بس، انا هكلمهولك وان شاء الله ان شاء الله هيوافق. اتفضلي يا استاذ لؤي. تسلم ايدك. فنجان القهوه ده جاي في ميعاده بالثانيه. مش حاسس بدماغي. ايه مالك؟ تعبان، ما نمتش من امبارح. يبقى اكيد زعلان وضميرك بيأنبك على اللي عملته مع سوسو امبارح. سوسو، انت مين اللي حكالك؟ ليه لو قايت تعمل كده؟ اخسى عليك، دي بنت غلبانة جدا وبتحبك كمان على فكرة. غلبانة وبتحبني ماشي، لكن تقولي ان هي حامل مني او ده اللي مش ماشي؟ دي بتقول عايزه اتجوزها رسمي، دي نصيبه ايه دي؟ بقول لك ايه، انا لا عايز اسمع سيرتها ولا عايز اشوف وشها اصلا. على فكره انا مش مصدقه، انت بالذات انا لا يمكن اتخيل انك تعمل كده. ايه لؤي اللي جرالك؟ في ايه؟ يا ستي جرالي اللي جرالي، دماغي وعجباني كده، انا مقتنع باللي انا بقوله. انا عايزها تبقى مراتي وام عيالي.
بقول لك ايه، هي اخرها معايا ورقه العرف وانتهى الموضوع على كده، فاهمه؟ لا مش فاهمه يا لؤي، مش فاهمه، لانك انت كده بتظلم انسانه ذنبها الوحيد في الدنيا انها صدقتك، ده يبقى جزاها؟ انت مالك محمولها قوي ليه كده؟ اكيد جات لك وعيطت لك وعملت لك الشويتين بتوعها، ما انا عارفها كويس. يا سيدي انا مش محتاجه الشويتين دول اصلا، انا مقتنعه جدا بكلامها على فكره، لاني حطيت نفسي مكانها، ما انا بنت زيها برضو. على فكره الموضوع أصعب من ما تتصور يا لؤي. أيوة يعني، والمطلوب مني دلوقتي؟ تتجوزها طبعا، مش محتاجة كلام يعني، البنت مش بعيد تعمل في نفسها حاجة، وساعتها بقى ذنبها يبقى في رقبتك بجد. ذنبها يبقى في رقبتي، ذنبها يبقى في قفايا، أنا ماليش فيه. لؤي عشان خاطري أرجوك ادي الموضوع أهمية أكتر من كده، عشان خاطري يا أخي. أرجوك أنت يا دينا ما تتكلميش معاه في الموضوع ده تاني خالص، فاهمة؟ سوسو حبيبتي البيبي ده لازم ينزل، بس انا عاوز ارعى عيلته، مش عاوز انزله. مش هينفع، مش هينفع يا سوسو، مش هينفع. بقولك يا سوسو، انت لو عايزاني نفضل مع بعض ومن غير مشاكل يا بنت الناس، يبقى تسمعي كلامي وتمشي ورايا. انا عاوز اتجوزك رسمي، عايز اعيش معاك، اعيش خدامه تحت رجليك. ومين قال يا حبيبتي ان انا مش عايز احقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه؟ حاضر يا سوسو، حاضر يا حبيبتي، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس استني عليا لما اخلص الدراسه، انا لسه برضه بدرس في الجامعه، استني عليا اخلص دراستي وبعد كده نبقى نتكلم في اللي انت عايزاه. ما انت ما يرضيكيش برضه ان انا اتعطل عن الدراسه يا سوسو. وانت يرضيك ان احنا نغضب ربنا؟ ومين قال ان احنا بنغضب ربنا؟ مين قال ان احنا بنغضب ربنا؟ يا حبيبتي انت مراتي، مراتي حلالي، اساليني انا. وبعدين هو انا عمري قصرت معاك في حاجه، ما انت اللي بتطلبي بتاخديه. انا مش عاوزه حاجه، مش عاوزه فلوس، انا عاوزاك انت، انا عايزه العيل اللي في بطني. صعبه دي؟ مش صعبه، بس مش وقته الكلام فيه دلوقتي. امال امتى وقته يعني؟ قلت لك لما اخلص الدراسه، اخلص دراستي وبعدين ابقى نتكلم في اللي انت عايزاه كله. اسمعي كلامي يا سوسو، اسمعي كلامي ومش هتندمي. من غير ندم ولا احزان. حاضر حاضر يا ابن الزواج، هنفذ لك اللي انت عاوزه. بطلي عياط يا سوسو، هتفضحينا. سوري يا سوسو، بجد سوري، انا عارف ان انا سبب في كل ده، ما تزعليش مني. سامحني، انا مش زعلانه منك، نفسي قوي. خلاص بقى يا اختي ما تزعليش نفسك، اهو ندخل للدكتور وهيتصرف. حسي حسي وحش قوي، حاسه ان كل الناس عارفه بتتفرج عليا. ما كل الناس هنا كده، في ايه يا مالي؟ خلاص كلها سوا تبقى زي الفل. جهاد شوقي، يلا اسمعي، قومي يلا يا سوسو. حبيبتي كويس ان الحمل لسه في اوله، لان كل ما طالت فتره الحمل كل ما تعبت في العمليه اكتر. الحمد لله. طب العمليه دي هتتكلف كام يا دكتور؟ انا ما بتكلمش في الفلوس، حضرتك هتقابل الممرضه بره، هتكتب لك كل المطلوب في ورقه وتديها لك. خلاص بقى طمني، ما انا قلت لك الممرضه هتتصرف. اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. بقول لك ايه، احنا نقعد لحد ما تستريحي وبعدين نروح. انا شكلي تعبانه مش هقدر. خلاص يا حبيبتي خليكي قاعده هنا لغايه ما تبقي كويسه. تمام، وانا هبقى اعدي عليكي اشوف عايزه حاجه كده ولا كده، مش هسيبك يعني. ربنا يخليكي ليا يا زوزو. في اكل هنا؟ شت مفيش. اه بس احنا ممكن نعمل دليفري. لا يا بابا الكلام ده ما ينفعش، انت تروح تجيب شويه انارب على شويه حمام على فراخ على كريمه لباني على رز على خضار من شكل البيت، لازم تتقوت. يلا طيب. اوكي. عايزين حاجه تاني؟ حلو كده. طيب لا مش هتاخر. يلا استنيني يا اختي. لا يا اختي الشت دي. سلامتك يا بنت، الله يسلمك. لا الشبشب، ريح ريح العي العبايه ومددي، انت اليومين دول ما تعمليش اي حاجه، انا هاكلك واشربك واطبخ لك، هعلفك يا بنت. ربنا يخليكي ليا يا زوزو. يا حبيبتي ده انت اختي، ما تقوليش كده. تعبتك معايا، انا من غيرك ما كنتش عارفه اعمل ايه. يكشي يتمر، هقوم ادعبس في المطبخ اشوف حاجه تتاكل ولا تتشرب كده.
ايوه ياما، ازيك عامله ايه؟ بقولك ايه ياما، انا حبات اليومين دول في المستشفى زي زمايلي البنات، اصل عندنا شغل كتير قوي، اصل الوزير هيجي يزور المستشفى. صوتي تعبانه شويه من الشغل. بقولك ايه ياما، شكل الدكتور بينادي عليا، هكلمك بعدين. سلام. الاكل ريحته زي الفل، مش مسلوق بس دوقيه بقى هتاكلي صوابعك وراه. انا عارفه يا زوزو طول عمرك نفسك حلو في الاكل. طب يلا يا حبيبتي لازم تتغذي، ده انت النزيف كان شديد قوي عليكي، لازم تتقوتي، ده انت زيك زي النفسه. كلي يا حبيبتي كلي كلي عشان تعوضي. اللي راح ما يتعوضش. ما خلاص بقى يا زوزو، خلاص بقى ما تعكنيش علينا بقى. يما انسي كل حاجه بتتنسي، اساليني انا. ربنا يسامح اللي كان السبب. معقوله يا زوزو مش قادره تسامحيني؟ انت طلعت قلبك سود قوي. المسامح ربنا بقى. انا مش عارف يا زوزو اعمل لك ايه عشان ترضي ولا حاجه. طب دوقي بس دوقي. زوزو انا مش هسيبك، انت تفضلي مراتي العمر كله. يعني هتتجوزني رسمي؟ انا مش فاهم ايه الموضوع رسمي معاك ده يا زوزو، احنا ماشيين زي الفل اهو. اه فهمت، يعني انت هتقعد معايا لغايه ما تزهق مني وترميني للكلاب. ما اقدرش اعمل كده. عارفه ليه يا سوسو؟ عشان انت روحي وقلبي وعمري وحياتي. ها كملوا. بقولك يا زوزو الاكل برد، قومي سخني تاني. لؤي اصحى يا حبيبي، اصحى يا روح قلبي. بس اصحى يلا. ايه في ايه؟ اصحى يا حبيبي، عملت لك الفطار وجهزته بره، يلا قوم بقى عشان نفطر سوا. اول مره يعني تعملي فطار؟ مرة من نفسي، أصل ما كنتش أعرف إنك حنين قوي كده، إلا اليومين اللي كنت تعبانة فيهم وراقدة على السرير، شفت فيك وش جديد عليا، بجد طلعت بتحبني. يا بت أنا بحبك، والله العظيم بحبك وبموت فيكي كمان. طب يعني كل ما أجيب لك سيرة الجواز الرسمي بتحسسني إني جربة، مش حالة وما كنتش قمر والكل هيموت عليها. بقول لك يا سوسو، بطلي الصياغة عليا بقى. مش كل مرة تفتحي لي موضوع الجواز الرسمي ده بطريقة شكل، ماشي؟ فكك بقى من حوارات الفكسانة دي. كده اهو؟ ماشي، ماشي يا لؤي. رايحة فين يا بت؟ مالكش دعوة بيا، رايحة في داهية. يعني إيه ماليش دعوة بيك؟ أنت ناسية إنك مراتي ولا إيه؟ حلوة أوي مراتي دي، ده أنا معرفش أنت بتجيب الفلوس دي كلها منين؟ إيه اللي كل مرة معرفش تجيب الفلوس دي كلها منين؟ معرفش تجيب الفلوس كلها منين؟ أنت ناسية إن أنا ابن ناس؟ ابن ناس سابقاً. بقول لك ايه؟ عليا نعمل لو ما قلتلي انت رايحه فين؟ لاكون مطلعك دلوقتي. بقول لك ايه يا روح الروح؟ لما تبقى تكتب عليا رسمي تبقى تطلعني يا حبيبي، سلام. بنت يا زوزو، انت يا بنت. قالوا لي واطيه وانا ما صدقتش. نفسي بقى تنضفي، نفسي تنضفي وتبطلي تروحي الاماكن البيئه اللي انت بتروحيها دي، يا بيئه. يا اختي تاني، انت عاوز ايه بالظبط؟ بقولك ايه؟ ما كل واحد فينا يشوف سكته، ولا انت غاوي تتنطط عليا وخلاص؟ يا بنت انت مراتي، انت مراتي، عارفه يعني ايه مراتي؟ لا يا شيخ، افتكرتي صح، مراتك ومعرفش عنك حاجه خالص. انت بس عارفه يعني ايه يا سوسو؟ يا سلام، عاوز اعرف حتى الفلوس اللي جايه لك دي زي الرز، جايه لك منين؟ ما انا طول عمري معايا فلوس، اشمعنى دلوقتي يعني بتسالي؟ انت ناسي يا ابن مين؟ ما هو ده اللي مجنني، ما انا عارفه ان السيد الوالد مفلس، يبقى جبت الفلوس دي منين؟ خلاص اسكتي، هقول لك يا ستي بس مش دلوقتي. ايوه يا سي طلعت، عايز ايه؟ ايه؟ طيب ماشي هجيلك. خلاص طلعت هجيلك، اخلص.
اقفل دلوقتي يلا سلام. هوصلك البيت في مصر الجديدة وهرجع لأصحابي وهرجع لك تاني. هي سوسو اللي بتيجي في الأوقات دي. يا أخويا أنا نايمة جنبك أهو. إيه ده؟ أنت هنا؟ هو مين اللي على الباب بره ده؟ أنت بتاع الكهرباء. ده إيه الغلاسة دي؟ طب قوم قوم افتح يلا. طيب جاي. انت سقيت ازيك؟ ايه لو اي خضتني. ازيك يا ماجي؟ انت ايه اللي جابك؟ قصدي انت جيتي ليه؟ ايه يا لؤلؤ، معقول برضو دي مقابله تقابلني بيها بعد كل المده اللي ما شفناش فيها بعض؟ معلش يا حبيبتي، ظروف غصب عني. بقول لك ايه، انزلي تحت هتلاقي كوفي شوب، استنيني فيه وانا هغير هدومي وانزلك على طول. يلا يا حبيبتي. عارفين بس مش هنزل لما تقولي انت ليه ما كنتش بترد على الموبايل بتاعي. ظروف يا ماجي. يا لولو. لولو؟ والله اول مره تقولي يا لولو. مين دي؟ يا مين يا لولو؟ معرفش. طب اقعد من قدامي. اقعد من قدامي. ماجي ماجي تعالي يا ماجي، تعالي يا ماجي افهمك. ماجي 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 استني. اوه ماي جاد، مين دي يا لؤي؟ مين دي يا لولو؟ حبكت لولو دلوقتي. مطروحه عليا. مين دي؟ دي سوسو. بتخوني مع واحده برستيوت. برستيوت ايه يا روح امك؟ ده انا قمر. انت مستنى بتقول عليا وحشة ازاي؟ بقولك يا بنت اقفي عيبك واتكلمي عادل. انا مراته والورقة العرفي تثبت. قولي انها بتكذب، قولي ان كلامها بصها بتكذب. تعالي انا افهمك كل حاجة. لا يا حبيبتي ما بكذبش، مراته ومستنيين النونة. اهدي بقى يا سوسو، اهدي، ما يصحش كده. انت متجوزها بجد؟ دي مراتك؟ بقولك يا ست الحلوين، انت يا اختي اللي داخله عليا دخلت المخبرين. ما تقوليلي انت تطلعي مين وايه اللي دخلك عليا غرفه نومي. شات اب، دي بتشتمني تاني قدامك. ما بتشتمشي. انا افهمك كل حاجه، تعالي بس بالراحه. تعالي. مش عايزه افهم حاجه. بقولك ايه يا حلوه، انت هتقولي انت تطلعي مين ولا وايمانات الله؟ اجيبك كده من شعرك واقطعك جزر جزر. خلاص بقى يا سوسو، في ايه؟ جاي يا ماجي، مش عاملين اعتبار ولا ايه؟ احترموني. عايزه تعرفي انا مين؟ انا مراته ومتجوزني عرفي، يعني لعب بيا وبيكي. مالكيش دعوه بيا، انا العب بفرقه كوره بجمهورها وبحب العرف. قسما بالله لو مسكتي يا سوسو لاكون منسل الشبشب بتاع على بقك. اسكتي بقى. تعالى يا ماجي، انا افهمك كل حاجه. ما تفهمنيش حاجه يا ماجي. تعالى. ماجي ماجي استني يا ماجي، استني يا ماجي، استني يا حبيبتي، انا افهمك كل حاجه. ايه بس افهمك كل حاجه. اوعى ما تتكلمش معايا. هتفهمني ايه؟ انت طلعت واقع اللي بتقولي انها مراتك ومتجوزاك عرف. يعني انت كنت بتضحك عليا طول المده دي ومفهمني انك بتحبني. لا يا ماجي، انا بحبك والله العظيم بحبك. انت كذاب وواطي واناني وحقير، وربنا هيجازيك على اللي انت عملته فيا وعملته في بنات الناس. يعني انت كده يا ماجي طلعتيني مجرم؟ طب ما كله كان بمزاجك. انت بتذلني؟ ما هو كان بمزاجي بس عشان اثبت لك ان انا بحبك. وعامة ولا على عرفتي انا هقطعها، مش عايزه اشوف خلقتك تاني. يا حنين يا حنين. عايزه ايه كمان؟ عاوز افطر، نفسي رايحه على البيتزا. يلا يا بيها يا بنتي. ما هو انا لازم اعرف انت وشله المقاطيع ده كنتوا بتقولوا ايه قبل ما ادخل عليكم. ما كناش بنقول حاجه. لا كنتوا بتقولوا. ايوه يا ست كنا بنقول، بس كلام مالكيش فيه. خلاص لا ليا فيه يا عينيا، طالما تعرف عني كل حاجه يبقى ليا فيه.
بقولك يا سوسو انا دماغي فيها اللي مكفيها، انزلي بقى من على ودني. شكلكوا كده بتتكلموا في فلوس، عاملين تدبروا وتخططوا، عاملين زي العصابات بتوع بره. لؤي انتوا بتسرقوا؟ بنسرق ايه يا بت؟ الله يخرب بيتك اسكتي. اقطع دراعي ده انكم بتسرقوا. بنسرق ايه؟ هتحبسينا شكلك. يا حبيبي ده انا مراتك، يعني ستر وغطى عليك. لو بتسرقوا قولي اهو، تدخلني معاك في مصلحه كويسه، هطلع لي برشين حلوين. مصلحه ايه بس؟ مصلحه ايه بس كده؟ طب نزلني هنا. انزلك فين يا بنت المجنون انت؟ بقولك نزلني هنا، طالما بتخبي عليا يبقى ما ينفعش نعيش مع بعض يا عينيا. خلاص يا سوس اسكتي اسكتي. ايوه يا ستي بنسرق. ارتحتي بقى دلوقتي؟ انا رخرة كنت بقول كده، امال ايه مش بنسرق دي؟ هو احنا مش بنسرق بمعنى بنسرق يعني؟ امال ايه؟ بنحسن دخلنا. قلت ايه؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ طب ماشي يلا اقفل اقفل دلوقتي، هبلك بالليل. سلام. في ايه يا لؤي؟ في مصيبه يا سوسو، احنا مطلوب القبض علينا. يا مسافتي هتعمل ايه دلوقتي؟ لازم اهرب طبعا. برا مصر؟ هحاول اهرب في اي حته دلوقتي وبعد كده هظبط اموري واهرب برا مصر. بقولك يا سوسو انت لازم تختاري، يا تكملي معايا يا كل واحد فينا في طريق. كل واحد فينا في طريق. مع السلامة يا سوسو. يلا انزلي انزلي. مش هقدر انزل واسيبك، انا بحبك، احنا نعيش سوا يعني، نروح في 60 داهية سوا. مفيش حد هنا يا شباب ولا ايه؟ الله. عامل ايه؟ استنى بس يا اخويا، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هكلم معاه بس كلمتين. امسك. انت اللي جابك هنا؟ لما عرفت انك اتمسكت قلت اجي اطمن عليك. عامل ايه؟ سرقيني يا سوسو. انا اسرقك؟ هو انا لو كنت قصدي اسرقك كنت هتشوف وشي تاني؟ انا خفت على الفلوس منك قلت اشيلهم لك، ومسيرك ان شاء الله تطلع هتلاقيهم في الحفظ والصوم. اطلع مش باين لها، القضيه لابساني لابساني. قول يا رب. لؤي انا غيرت من حياتي كلها عشانك، حاولت اعيشها من غيرك ما قدرتش، حاولت اعيشها مع حد تاني برضو ما قدرتش. انا ما حبيتش راجل غيرك، عارف ليه؟ عشان حنيتك عليا. وانا كمان بحبك يا سوسو. يعني هتكتب عليا رسمي؟ انت تاني. هيحصل هيحصل يا سوسو. اما بيه بس العيد انت. يلا يا عم هتخرج هتخرج ان شاء الله. هستناك هستناك يا لؤي هستناك. مبسوطة يا حبيبتي معايا؟ طبعا، بس انا عايزاك ترجع زي زمان. ماجد الرومانسي الحبوب حبيبك. اه طب انا حبوب حبوب قوي كمان. مش قصدي اللي في دماغك، انت بقالك فتره طويله قوي ما قلتليش ولا كلمه حلوه.
من بعد ما اتجوزنا حتى ما قلتيش كلمه بحبك. ايه يعني مفيش اي كلمه ناعمه؟ في يا ستي كل حاجه، بس انتي اعملي اللي انا عايزه. اللي هو ايه؟ الواد هيثم عايزك تقطعي علاقتك بيه، مش عايزك تكلميه في تليفونات، مش عايزك تتعاملي معاه، مش عايزك حتى تشتغلي معاه. اوكي، بس انا كمان عندي نفس الشرط. ايه؟ البت الجربوعه اللي اسمها نوره دي. بتضحك على ايه؟ جربوعه شكلها وحش، مش هترد على تليفوناتها، مش هتشوفها ومش هتشتغل معايا. حاضر يا ستي، لو ده طلبك يعني غيرانه. حاضر. إيه؟ يا سلام. غيرانه غيران مين؟ دي جربوعه وشكلها وحش. انا ياسمينه، وبعدين كمان مش هتنتج لها الالبوم بتاعها. حاضر يا ستي، اموري. انا ممكن اوافق انك تنتج لاي حد، بس يا ماجد اختار، وانت كمان تعرف تختار. اختار نجمه يعني زي ياسمينه كده. حلو جدا. تيرا لا 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 ليه؟ لؤي اصحى يا حبيبي، اصحى يا لؤي، اصحى يا حبيبي، التليفون بيرن. شيرين اصحى يا لولو بدل ما ارد انا. اصحى هرد على التليفون. اصحى يا حبيبي، ده تليفون البيت. اهو يا مامي. يا حبيبتي، لا كنت نايم شوية. حاضر ماشي، هاجي. خلاص يا مامي هاجي، هقوم ألم شوية هدوم كده وأجيلك. خلاص يا مامي جاي. باي. سلام. ايه العسل ده؟ ايه القمر ده؟ سكر يا اخواتي، عسل. لؤي اللي باي باي يا مامي. ايوه يا مامي، جاي يا مامي حالا. انت رايح فين؟ اروح اقعد كام يوم كده عند مامي شويه. يا خيبتي على الراجل اللي مركون عليه. مالك يا بت فيه؟ يا لهوي. الله، انت ناوي تسيبني؟ اتركنتي، ما اتعدلتي يا بعيده، مالك فيكي ايه؟ اهدي شويه. انت حاسبني يا لؤي بعد ما تبت عن السكه الحرام؟ خلاص يا بنتي ما تخافيش، مش هتاخر عليكي، كلها يومين اظبط فيهم شويه قرشينات. ولا عاجبك الكحراطه اللي احنا فيها دي؟ طب يا اخوي، اما اشوف اخره اليومين دول ايه. رايح فين يا طلعت؟ انت ناسي ان احنا هنروح لاخويا طلبه الاسم؟ مش رايح، روحي له انت. وده من امتى بقى ان شاء الله؟ رايح فين يا واد؟ رايح الشغل، رايح اجيب لك المام يا ست الحسن. وهتسيبني اروح له لوحدي؟ وانا ليا حد غيرك يا اخويا، والنبي تيجي معايا. يا زينه بقى يا زينه، وعهد الله يا زينه، اخوكي حب الحبس، عاشق الزنزانه يا زينه، كل اسبوع يتحبس مرتين، وانتي دايره لي زي النحله وراه. روحي بقى يا حلوه بعسلك لاخوكي، وسيبيني انا اجري ولا اكل عيش. اوعي يا زينه، اوعي، روحي يا حبيبتي. يلا سلام. ماشي يا طارق، ماشي. لؤي شيرة حبيبي. هاي، ازيك شيرة؟ تمام حبيبي لؤي. مامي، واخيرا اخيرا جيت بيتك. بيتي؟ اه طبعا، البيت اللي فيه مامي يبقى بيتك. ايه يا اخي، واحنا ما وحشناكش بقى ولا ايه؟ وحشتيني يا عسل انت، يا سكر انت، يا طعم. يلا كفايه كده دلع، تعالى خد شاور وانا هاكلك حته اكله. انت اللي عاملاها يا ماما؟ اه طبعا. يبقى كده اومليت ولد. تعال، المكان هنا امان. اللي انت بتعملي ده؟ انت عايزه تضيعي نفسك؟ في ايه يا خالد؟ لو هضيع عشان بلدي مش مهم، اضيع. تقوم تقوم الطلبة انهم يخربوا البلد ويعملوا مظاهرات. ايه يا خالد؟ انت مش شايف اللي بيحصل في البلد؟ مش عارف عن حد اسمه خالد سعيد؟ و100 واحد زي خالد سعيد. البلد مليانه قمع ومليانه حاجات تودي في داهيه. احنا لازم نتغير، والتغيير ده مش هيجي الا بايدينا. وطي صوتك. على النعمه كلامك بيعجبني، بس مش واقعي. يعني احنا لا نغير الفساد بالمظاهرات والصوت العالي؟ يا خالد احنا في ايدينا نغير، ولازم نغير. البلد دي ممكن تبقى احسن بلد في الدنيا، ومش بس بالصوت العالي. انا خايف عليكي بس، وخايف على البلد. طلبه
زينة والنبي استنى يا ربنا ينصرك. عامل ايه زينة؟ بس شوي الحمد لله. انت اللي عامل ايه؟ انا زفت زفت الزفت يا زينة. ان شاء الله عدوينك يا اخويا ما تقولش كده. انا شكلي هلبس اسود المره دي يا زينة. هتخرج منها بعون الله زي كل مره. اخرج منها ازاي؟ انا شكلي اتباعت واللي باعني مين؟ البيج بوتس ده شكله هو اللي بيوزع عليا يا زينة. انا اتاكدت من الحكايه دي بجد وربنا. بس وحياه ديني ما هسيبه وما هسيب اي حد اتامر عليا. اسمعي الواد طلعت فين؟ ما جاش ليه؟ الله يسهل له بقى. ماشي ماشي يا طلعت. خلي بالك من نفسك انت بس. خلي بالك من نفسك انت يا زينة. انا هشد لك محامي يا طالبه وهاجي لك على النيابه. ما تقلقش انا في ظهرك طالبه. هاجي لك على النيابه يا طالبه. ما تقلقش زينة اختك في ظهرك. وسايباني في الشارع من غير فلوس ولا مأوى. يا لؤي ده مبرر عشان تسرقني؟ انا ما اسرقكيش. دي فلوسي يا دي حاجتي وحاجه ابويا. فاهم ولا لا؟ باباك باباك ما تلحق باباك يا حرامي يا حرامي. افرض انها حاجه باباك. افرض تيجي تطلبها مني عندك. اوعي من قدامي. اوعي من قدامي. كذبه. انت وباباك يا حرامي. سيبيني. هات اللي في ايدك. سيبيني هاخدها. هات اللي في ايدك. خديها خديها مش عايز منكم حاجه. عايز تمشي امشي. بتهددني؟ انا برضك مش عايزاك في بيتي. انت محسنه انا بقول كلها مش خليني اقعد معاكي. في ايه يا مامي؟ ايه اللي بيحصل؟ تعالي شوفي اخوك الحرامي في 60 داهيه. الولد اللي يسرق امه ما يستاهلش خالص شفقه امه. استريحت؟ فتحتني قدام جوزي؟ احسن خليه يعرفنا على حياتنا. لؤي يا حبيبي لو عايز فلوس خد خد اللي انت عاوزه. خلي فلوسك معاك. انا مش حدش منك. مش كفايه اللي عملته فيا؟ وسع. انت شايف بحضر هدومي عشان مسافر. مسافر فين؟ رايح اليونان. طب ما قلتليش ليه عشان اجهز شنطتي. مش هينفع تيجي معايا يا حبيبي. نعم ودي رايحه تعملي ايه بالظبط؟ رايحه شغل. شغل ايه؟ ما انا جوزك يعني مدير اعمالك يعني عارف كل شغلك. شغل ايه ده؟ لا ما مش هينفع تعرف كل حاجه عني. نعم انت بتقولي ايه؟ بص يا حبيبي انا هتفق معاك على اتفاق جديد. لا انت تسالني انا رايحه فين ولا جايه منين ولا انا هسالك انت رايح فين ولا جايه منين. دي لي يا روحي. Thank you.
انا جمعتكم النهارده عشان نتكلم في المرحله الجديده وازاي هنشتغل فيها. اول حاجه احنا هنقلل وجود الحشيش خالص في البلد وهنرفع سعره، والحاجه الثانيه بقى هننشر البودره ونقلل في سعرها، وده طبعا هيحتاج لحاجات كتيره هكلمكم عليها دلوقتي. اولها طبعا انا سافر اجيب البودره من بره في الشنط بتاعتي. الراجل بتاعنا هيكون مستنيكي كالعاده في المطار ويسهل لك دخولك. ما تنسيش المرحله اللي جايه دي هتسافري فيها كتير قوي. مارك هينسق مع الجماعه في اليونان عشان ما ياخروكيش. انت عارفه توحشيني قد ايه. وانت كمان يا بص. وانت تكلم الجماعه في الداخليه وتقول لهم على كام زطيه حشيش كده عشان يتلهوا فيها. انا عايز البودره والكوك الكيميكال يغطوا السوق كله. عايزين نشتغل يا جماعه. اكسلنت، فيري فيري اكسلنت مستر شيكر. اوكي تقدروا تتفضلوا دلوقتي. ياسمينة عايزك لو سمعتي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. طيب يا ريس. دي شوية عصاير وسندوتشات ورز بلبن يعني، بصراحة أنا كنت نادر لما ربنا يكرمني كده بولد يعني أعمل خير لأهل الله. وربنا رزقك بولد؟ لا، اتنين. ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. الحمد لله، أنت عندك عيال؟ أه الحمد لله. ما شاء الله ربنا يخليهم لك. أنتوا عندكم يعني ليك زملاء جوه؟ أه ده في ثلاثة جوه. ثلاثة؟ طب أنا عايزك بقى توصى بيهم قوي. عايزك تاكلهم الرز بلبن ده بايدك. ها بشي. عشان ده انت عارف دي ده نادر يعني. كل سنه وانتم طيبين. طيب امسك مبروك. طيب. ربنا يخليك عيالك. اسمك ايه؟ محمد. عاشت لسامع. عاشت لسامع محمد. ربنا يخليك. اتشرفت يا باشا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. هي دي اللوحه. ايوه هي دي يا عم، دي شبه لوحه زهره الارنبيه يا عم. هي دي انتوا شفتوها معايا على النت يا جدعان. يا جدعان اتاكدوا عشان مشوارنا ما يطلعش على فشوش. يا ماجد انا متاكد، انا متاكد ان اللوحه دي هي دي. طب يعني انت لسه عامل لسه هنتاكد نسرقها؟ انا هكون حاطين عيني لو مش هي دي. وطي صوتك. شاهد شاهد يا لؤي. معقول يا بص هندي العيال دول مليون جنيه بعد ما يجيبوا اللوحه؟ لا طبعا مش هنديهم حاجه. طب ما هما كده بص مش هيدوك اللوحه. مش مهم يجيب اللوحه ويشربوا ميتها. لا بقى انا محتاج افهم، طب انت ليه خليتهم من الاول يسرقوها يا بص؟ اللوحه دي اساسا مزيفه. معقول؟ ايوه معقول، بس في واحده تانية زيها في امريكا صاحبها مش عارف يبيعها، لان كل ما يجي يبيعها يقولوا له دي مزيفه والاصليه موجوده في مصر. قلنا بقى احنا نسرق اللي في المتحف هنا. الله عليك يا بص، كل يوم بنتعلم منك الجديد. اتعلم يا اخويا اتعلم. يا جماعه احنا كوكلاء نيابه لازم يكون لينا دور في المظاهرات اللي هتحصل. احنا اكتر ناس عارفين ان في فساد في البلد،
ومش قادرين نعمل حاجة. الشعب هينزل للشارع بكل طوايفه، واحنا لازم نكون موجودين معاه. ولازم يا جماعة نبقى ايد واحدة وننزل كلنا في مسيرة واحدة، لحسن الأمن المركزي يضربونا ولا حاجة. ربنا يستر ويعديه على خير وما يحصلش عنف زي اللي بيحصل في تونس. غالي افتح يا بيت اهو، عندنا معاد على مشغلكم. بيك بس مش موجود، مسافر بره مصر. ازاي واحنا كنا مكلمينه من كام يوم اصلا؟ سيبوهم يا جدعان، انا بعرف اتصرف مع الاشكال دي. بقول لك يا سماره، الكلام ده تعمله في الصومال عندكم، وانت يا عضله لو على العضلات عندنا رجالتنا مرميه في الجيم ليل نهار، بس احنا جايين في مصلحه والباشا هو اللي عايزنا. لو عارف انكم ما دخلتوناش هيزعق لكم. مش قال لكم سافر؟ يلا بقى من هنا بلزوك الشيط. بقول لك يلا تعال على خالد، بس تعال على اهدى بس، سيبك منه تعال. بعد يدك يا ناجي، جتتي ملبش، مش عارف قتلته كيف. يا ابني انت جاي تفضح هنا؟ مش عارف قتلته كيف. خلاص خلاص بقى تقتل جوه. تعال تعال. ينفع كده؟ هنصغر بعض قدام الناس؟ ماشي، لما يجي الباشا اقول له طلعت سقف خليه يكلمني، هتزعله عهد الله. اللي حصل ده يا ساده معزله امنيه، العيال اللي سرقوا الصوره لازم يتجابوا، العالم كله عرف بالخبر، هيقول علينا ايه؟ الداخليه نايمه على قدامها يا معالي الباشا. كل البلاد بيحصل فيها سرقات وده شيء في الطبيعه البشريه. يتقاوم يا سياده اللواء، العيال دول لازم يجوا. اسمع يا شريف، انت المسؤول قدامي، تجيب العيال دول في اسرع وقت. حاضر يا فندم. مفهوم؟ تمام يا فندم. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبي. صباح الخير يا ست الكل. كلك لقمه بقى قبل ما تنزل الشغل. يا سلام يا سلام يا سلام. شفت حبل اللي مكتوب في الجرنان؟ بيقول لك لوحة أثرية تمنها لا يقل عن 50 مليون جنيه اتسرقت من متحف في مصر. خبر أبيض، إمتى ده؟ امبارح بالليل. وريني كده. دي القضية دي هتجينا نيابة الجيزة. أيوة، بس على فكرة اللوحة دي فعلا اتسرقت، مش دلوقتي، أيام السبعينات. يعني إيه؟ أنا فاهمك يا حبيبي. زمان كانت طلعت إشاعة إن اللوحة دي اتسرقت واستبدلت بلوحة تانية مزيفة. الجماعة اللي في المتحف خافوا يبلغوا لحسن يتحبسوا. الموضوع ده اتنشر والناس كلها عرفته. على فكرة بلدنا دي مفيش فيها سر يقعد أكتر من يومين اتنين. خبر أبيض، دول كاتبين إن الحرامية ما اتمسكوش. للدرجات الحراسة بتبقى ضعيفة على الأماكن الأثرية اللي زي دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دول كاتبين كمان إن عسكري ملوش أي ذنب اتقتل. الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم امواتنا كلها. شفت المصيبه اللي حصلت يا خالد؟ شفت موضوع اللوحه ده؟ مين في البلد ما يعرفش موضوع اللوحه؟ كل الجرايد والقنوات الفضائيه اتكلمت عليه. اتكلموا عن اللوحه وعن الطريقه العبقريه اللي سرقوا بيها اللوحه. عبقريه يا ابني؟ دي كارثه قوميه. ما كل يوم بتتسرق حته اثار. اشمعنى يعني جمع اللوحه وقعدوا يتكلموا ويعيدوا ويزيدوا؟ ده مال قومي يا خالد، ده مال الشعب ده كله. ايش عارف؟ ما يمكن يعني اللي سرقوا اللوحه دول بيتبرعوا للفقراء واليتامى؟ مش الفقراء واليتامى دول من الشعب؟ خدوا مال الشعب بفرجوه على الشعب. مش هي دي العداله الاجتماعيه اللي انت قلت لي عليها؟ انت فهمت كلامي كله غلط يا ابني. انا لما كنت بتكلم عن العداله في توزيع الثروات مش هو ده اللي قصده خالص. مش معناه ان الفقراء يروحوا يسرقوا من الاغنياء، دي مهما كان اسمها سرقه مخالفه للقانون ومخالفه لاي شريعه في كل الاديان. سنة سوف معنى كده ان انا كنت فاهم كل كلامك غلط. في ايه يا خالد؟ انت فيك حاجه غريبه شويه. ها؟ لا لا، انا بس حزين على اللوحه زي كل الشعب ما حزين على اللوحه. يعني مفيش حاجه مخبيه عليا؟ لا والله. اصحى يا لولو، يا لولو اصحى يا روح الروح. بس بس اصحى بقى يا حبيبي يلا. ايه عايزه ايه؟ عاوزه فلوس.
محفظة عندك، خدي خدي منها اللي يكفيكي وسيبيني انام. لا ده انا عاوزة فلوس، فلوس كتير لابويا. ايه انا عايزة كام يعني؟ المسكين الغلبان محتاج يعمل حاجة كده اسمها دعامة، محتاج يعني كده هن بتاع 10,000 جنيه. 10,000 ايه؟ 3,000 جنيه مش فاكرة بالظبط. ما انت عارف ان انا معيش فلوس، اجيب لك منين يعني؟ هي المصلحة بتاعت اللوحة دي ما تسلكتش؟ لا ما تسلكتش. طب يا حبيبي ما تزعلش نفسك قوي كده. طيب انا هقوم بقى اتكل على بيتنا لحسن اني مفروض خلصت ميعاد الشغل. ميعاد شغل ايه؟ يوه هو انا ما قلتلكش المفروض اني مفهماهم اني بشتغل ممرضة قد الدنيا في المستشفى. لا حكيمة يا بت، والله طلعت دماغ وانا معرفش. ماشي طب قومي حضري الفطار وبعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده. من عينيا يروح الروح. جري شويه جري شويه. استنى استنى ارجع ارجع ورا شويه. اقف قدام الواد ده. ايوه بس حبيب قلبي وقعت ولا حدش سمع عليكم. اقفل اقفل اقفل. تعرف الواد ده يا فندم؟ عز المعرفه وحياتك. بقول لك ايه؟ عايزك تجهز لي قوة حالا دلوقتي لحد ما اروح للست اللي هو عشان اخد اذن النيابه بالقبض عليهم. تمام يا فندم. ايه ده؟ يا غبيه يا زينه، انت يا زينه الزفت. خد هنا يا بنت. مين دي اللي زفت؟ تعالي هنا. ايه اللي خلاك تلزقي لوحه زي دي على الحيطه بالشكرتون؟ ما انا ما لقيتش امير، هلزقها بايه؟ يا لهو على الغباء يا بنتي، هي لوحه زي دي بتتحط على الحيطه ولا بتتلزق اصلا بالشكرتون؟ امال هلزقها فين يعني؟ انت ما كنتش جايبها للبيت ولا ايه يا طالعه؟ يا بنتي مش قصدي، بس انا كنت عايز احطها برواز حلو، برواز شيك كده، وبعدين انا كنت عايز الشكرتون كمان. قول كده. تاني مره مالكيش دعوه بحاجتي، حاجاتي في مكانها مالكيش دعوه بيها، اتصرف فيها زي ما انا عايز يا زين. الله. المهم طلبة بيقول لي ان السبب في حبسه هو البيج بوس، الراجل ده لازم ننتقم منه. يا زين يا زين الفتاح مخك يا زين، البيج بوس ده راجل احنا ما نقدرش اصلا نشوفه، وهو لو عايز ينفينا من على وش الارض مش هنكون موجودين، فنحمد ربنا ان هو سايبنا عايشين اصلا. يا خيبتك يا زينة في جوزك. الحمد لله يا رب متجوز مهندس الديكور. اتفضل يا عيني بالهنا والشفا. يلزمك حاجه تانية قبل ما انزل؟ لا يا حبيبتي ما تحيرش. طيب فوتك بعافيه. انا سلام. سلام. خلي بالك على نفسك، اوعى حد يعكسك. كذا بنك ومشاريعك قد كده وهنتج لك ألبوم يا حياتي وهنتج لنورة. انت هتعطبيني ولا ايه؟ بقولك عايز فلوس يعني تديني فلوس. عايز زفتك ايه؟ 2000 3000 جنيه اي حاجه ماشي بيهم حال. ايه 2000 3 ليه بقى ان شاء الله؟ انت مال اهلك. يعني ايه مال اهلي؟ مش فلوسي؟ لازم اعرف هتروح فين دلوقتي. بقى في فلوسي وفلوسك؟ ايوه في فلوسي وفلوسك. طالما هتجيب الزفت اللي انت بتتهبب بيه وبتشمه يبقى لازم اعرف الفلوس هتروح فين يا ماجد. اشمه ولا ما اشمش؟ اشمه ولا ما اشمش انت مال؟ لا مالي ده مالي يا حبيبي، فلوسي وعلى انا وشقيانه بيها. على انا وشقيانه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا شغال مدير اعمال بقالي قد ايه ما خدتش مالي بقليب احمر. بنت قومي 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 هاتي الفلوس. قومي قومي قومي. جيت ليه؟
انت مش قلتي لي برضه ان باباك عيان؟ قلت اجي اطمن عليه. ما اعرفش انه مات. بقى انت جيت تطمن على ابويا؟ ده انت ما بتطمنش على ابوك في بلاد بره. انت جيت تطمن على فلوسك. فلوسي؟ انا الفلوس دي اخر حاجه افكر فيها. انا كل اللي حريني انك كدبت عليا يا سوسو. من فقري، من غلبي، اعمل ايه؟ انا مفيش حاجه في حياتي بعملها بمزاجي. على الاقل انا مش زي ناس بيعملوا بلاوي وهما مش محتاجين. اديك شفت، اديك شفت بعينيك كل حاجه، شفت بيتي، ارتحت. انا ما كنتش اعرف اقلك اي حاجه وكان لازم اعرف. اديك عرفت وشفتني على حقيقتي. انا اول مره احس اني عريانه، عريانه بجد. انت عاوز مني ايه تاني؟ اللي بيوتو ازاز في ازاز يحدف كل الناس بالطوب، واللي حياته نشاز في نشاز فاكر ملوش عيوب. ولا يا حبيبي محدش فينا في الدنيا دي معملش ذنوب. استر عيبي وكل غطايا، ده احنا جميعا لينا خطايا. مهما هربنا من المكتوب. ها جهزتوا القوة؟ خليكوا جاهزين، انا نازل حالا. سلام. شريف باشا. تمام. انا النقيب هشام الصفطاوي، مباحث امن دوله. اهلا وسهلا يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا الحقيقه انا اسف جدا مش حاضر اقعد معاك لاني نازل عندي شغل. ما انا جاي لك بقى عشان انت مش هتنزل الشغل ده النهارده. انا مش فاهم كلام سيادتك. انا عندي اوامر مشدده من الجهاز بوقف العمليه دي. ايوه يا فندم، بس انا ما جاتليش اوامر بوقف العمليه. ايوه ما اتصل بحضرتك وانت ما ردتش. سياده اللواء منصور ما اتصلش بيا عشان اوقف العمليه، يبقى العمليه مش هتقف. ايه ده يا سياده الرائد؟ ده مش اسلوب شغلي. سياده النقيب هشام، انا عارف شغلي كويس. بعد اذن حضرتك. ايوه يا باشا. تيجي دلوقتي البيت، اوعى. في عربية بوليس واقفة قدام باب بيتنا. ايوه بيتنا يا ابني، بقول لك ما تجيش. بقول لك ايه؟ هنتقابل في نفس المكان والوقت بتاع امبارح. وانا هكلم بقية الشباب بيقول لنا على الشكل. ماشي. بقول لك ارمي الخط بتاعك ليكون متراجع. مع السلامة. ايوه طلع. ايه؟ بتقول ايه؟ انت بتحور. بتقول ايه يا عم انت؟ نهار اسود. طيب ماشي 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 خلاص يا عم، انا همشي دلوقتي حالا. اقفل انت دلوقتي. سلام. نهار اسود. في ايه يا طلعت؟ استني يا زين، ده في مصيبه. البوليس عايز يقبض علينا. يا مصيبتي، ليه اللي حصل؟ عملت ايه يا منادي؟ زين اهدي بقى يا زينه، خليني افكر. بصي،
هتلمي اي هدمتين كده وهلازم نخلع من هنا دلوقتي حالا. طيب حاضر، بس ايه اللي حصل يا زينة؟ مش وقته، احنا لحقنا نتهنى هنا. زينة مش وقته، خلصيني يلا. المصايب دي يا رب. ايه انت بتقول ايه؟ طب ماشي يلا اقفل اقفل دلوقتي، هبلك بالليل. سلام. في ايه يا لؤي؟ في مصيبه يا سوسو، احنا مطلوب القبض علينا. يا مسافتي هتعمل ايه دلوقتي؟ لازم اهرب طبعا. بره مصر؟ هحاول اهرب في اي حته دلوقتي وبعد كده هظبط اموري واهرب بره مصر. بقولك يا سوسو، انت لازم تختاري، يا تكملي معايا يا كل واحد فينا في طريق. كل واحد فينا في طريق. مع السلامة يا سوسو. يلا انزلي انزلي. مش هقدر انزل واسيبك، انا بحبك. لا نعيش سوا يعني، نروح في 60 داهية سوا. ازاي يعني؟ افهمها ازاي دي؟ يمشي ويختفي هو ومراته من غير ما يقول لابوه وامه؟ راحوا فين؟ يا باشا هم قالوا لنا رايحين نتفسح. اه يا باشا، وبعدين يعني عقبال املتك كده، دول عرسان جداد. ايوه يا باشا، قلنا لهم هتروحوا فين بالظبط؟ قالوا لحد دلوقتي ما نعرفش هنروح فين. هنعمل معاهم ايه يا باشا؟ يعني ملناش كلمه عليه. وبعدين لا مؤاخذه يعني يا باشا، هو انا ابني يعني متهمينه في حاجه؟ يا ابنك متهم في قضيه سرقه وفي قضيه قتل كمان. يا لهوي، مش مخدرات بس؟ مخدرات يا وليه، في حد جاب سيره المخدرات؟ المخدرات ده عمرها يا باشا ما عتبت بيتنا. وغلاوتك عندي. طب بقول لكم ايه، فهموني كويس قوي، لما طلعت تتصل بيكوا وانا عارف انه بيتصل، تفهموه بالذوق وبالهداوه انه سلم نفسه، بدل ما اخدكم انتوا الجوز مكانه لحد ما يجي لي حد عندي. مفهوم؟ مفهوم يا باشا، مفهوم. يلا رجاله. مخدرات؟ تجيبي سيرة المخدرات ليا وليه؟ قول يا بسكوت، انا هلعبات بقى. اسكت. معلش يا دكتور، احنا بنشوف شغلنا يعني. انا فاهم طبعا ومقدر، بس مش يمكن يعني شكوكو ده مش في محله. لا يا دكتور، ده لؤي بالذات متصور بكاميرات المتحف وصورته واضحه وضوح الشمس. طب هو فين دلوقتي؟ هرب، اختفى هو وزمايله، بس هنجيبهم تاني. هو في ايه يا مامي؟ ما تخافيش يا روحي، ما تخافيش يا مامي. انتوا ان شاء الله هتشرفوني في المديريه بكره عشان نقعد نتكلم وندردش شويه. انا هاجي لك يا سياده الرائد، وده الكارت بتاعي في كل تليفوناتي. تمام يا دكتور، وانا هتصل بيك واحدد معاك ميعاد. تمام يا فندم، فتشنا مفيش اي حاجه يا فندم. طيب بعد اذنك يا مدام. نعم. هنحتاج نفتش شقه مصر الجديده كمان. تحت امرك. بعد اذنكم. اتفضل. ايوه يا ريس. شريف سيب القضيه دي شويه. يعني ايه يا فندم؟ يعني تسيب الولاد دول شويه. ازاي يا فندم؟ انت اصلا مش عارف هما فين دلوقتي. هم هربوا. بس انا عارف هما فين. العيال دي مستخبيه في مكان انا عارفه. وبعدين ده شغلي، وانا عارف انا بعمل ايه. طب ما تقولي مكانهم فين. حلو قوي. العيال دي دلوقتي بتدور على مكان يباتوا فيه، بس قدام عينيا اخبارهم بتجيلي كل ربع ساعه. طب ما تقولي هما فين عشان نبعت قوه تقبض عليهم. هو ده بقى الموضوع، العيال دي لازم تهرب عشان نشغل بيهم الراي العام. البلد مقلوبه سياده الرائد، وانت بقى سيد العارفين. وبعدين اي حاجه نلهي بيها الناس بدل الموضوع بتاع ثوره تونس. يا سيادة اللي هو الكلام ده، ما انا لما اقرر ان انا اقبض عليهم هقول لك، وكمان بنفسي يا سيدي هعرفك فين مكانهم. تسمح لي بقى هديك سيجاره؟ شكرا، ما بدخنش. وايه الدقن دي بقى؟ يعني كده ما حدش يعرفه. تعالوا يا جماعه، تعالوا يا شايف. ايه ده بصوا بقى،
بصراحة كده مفيش غير المكنة دي اللي محدش يقدر يعطر علينا فيها. جراش يا ماجد؟ جايبنا في الآخر نعيش في جراش؟ ما لقيتش مكان أعفن من كده جبنا فيه؟ معلش يا حبيبي، هو أي مطرح يلمنا وخلاص، استحمل بقى. المهم يا جماعة، هتعملوا إيه مع الراجل ده؟ لازم ننتقم منه، بس إزاي؟ إحنا نسرق الشركة بتاعته. الله، صح. وأول مرة نعوض فلوسنا اللي ضربها في كرشه اللي يتشك في حواجبه ده. بص يا شقية، برضه الموضوع ده محتاج فكر، وبصراحة يعني احنا لازم ننام، لما نصحى بقى نفكر براحتنا. على قولك، انا هموت وانام. هدخل اتلجح شوية في البرميل ده. بص يا شقية، بصراحة برضه يعني المكنة دي ما فيهاش غير سرير واحد، يعني ممكن نتبادل. لا، احنا هننام عليه انا وسوسو وزينة، وانتوا بقى اتصرفوا في اي حتة. يا فندم والله اقدر اجيبهم وبكل سهولة كمان. وما عملتش كده من الاول ليه؟ تحريتك ناقصة يا سيادة الرائد. أرجوك يا فندم اديني فرصة، بكرة الصبح إن شاء الله هيكون قدام سيادتك تقرير مفصل عن أماكن العيال دي. يا شريف افهم بقى، القيادة العليا مش عايزة تقبض عليهم دلوقتي. بس أنا عايز أشتغل يا فندم. خلاص كمل بمعرفتك وخليهم تحت إيديك، ولما يجي لنا أمر من القيادة وبقبض عليهم فورا. طب عندي طلب صغير لسيادتك. اسمع بس يا شريف، أنا عندي اجتماع دلوقتي. معلش. خلاص أنا كده اتفضحت، مش هقدر اوري وشي للناس بعد كده. مش مهم دلوقتي منظرك قدام الناس، المهم دلوقتي في الولد الهربان اللي ما نعرفش حاجه عنه. ليه كده يا ربي؟ ليه يحصل كل ده معايا انا؟ ليه؟ استغفر الله العظيم. يا مامي بليز ارجوك، كفايه كده، اصل انا كمان هاي كفايه. اهدي اهدي، ردي على الموبايل. مش عايزه ارد على حد. يا ست ردي. الأستاذ محسن من لندن لسه فاكر. رد عليه، ردي. ألو؟ أيوة لسه فاكر، لسه فاكر إنه عندك ولد، الولد اللي بوظته. ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي. أيوة أنت اللي بوظته، أنت اللي بوظته، لأنك ما عاقبتوش يوم ما عرفت إنه سرقك هو وصغير. والنتيجة إيه؟ لما كبر طلع حرامي. هيطلع لمين؟ طبعاً طالع لباباه، بس للأمانة باباه حرامي على كبير، على كبير قوي. ألو؟ وبتقفل السكة. الحمد لله على السلامة يا نجم. الله يسلمك يا بوس، الشنطة فيها كل البضاعة. انتي ما عرفتيش اللي حصل؟ قصدك موضوع ماجد وصحابه؟ شفتي سرقوا اللوحة ازاي ومن متحف كمان؟ بس انا ما اعتقدش ان ماجد ليه علاقة بالموضوع. ليه؟ هو ما كانش بيقولك انه بيسرق وبيتفشخر قدامك بالفلوس؟ انا ما اعرفش حاجة زي كده. امال كان بيصرف الفلوس دي منين؟ عموما الشنطة فيها البضاعة في الجيب السحري زي ما اتفقنا. بيان وزارة الداخلية. تعلن وزارة الداخلية عن تحديد هوية أفراد عصابة التسعة ملي، وهم ماجد عبد العليم، طالب، لؤي محسن. بقى طالب. معقول حد يصدق إن أصحابنا ولاد الناس طالب يطلعوا في الآخر حرامية؟ طلعت مرسي. أنا صدق طبعا طالب. ما كنتش بتشوف الفلوس في إيديهم في الفترة الأخيرة كتير قد إيه؟ طب يمد إيديهم ويسرقوا ليه؟ دي سرقة حرام والقانون يعاقب عليها. أكيد الظروف الصعبة اللي مروا بيها هي اللي وصلتهم لكده. مهما كانت الظروف صعبة مش ممكن تخليهم يسرقوا. طب يعملوا إيه يعني؟ يصوروا على الوضع وعلى الظروف وعلى المسؤول عن الظروف دي كمان، لكن ما ينحرفوش. مش معقول يا جماعة نوجد لهم مبرر للسرقة دي عشان نتعاطف معاهم. هم أجربوا ولازم يتعاقب. اكدت وزارة الداخلية من ان ما يعرف بعصابة إيهاب 9 ملي يا إيهاب مسؤولة عن سرقة. أيوة ماما. من المتحف. مش ده ماجد صاحبك اللي كان بيجي لنا البيت؟ حارس الأمن محمد صياد. ايه اللي حصل له يا ابني؟ بقى مجرم وهربان؟ ماجد كان ممكن يبقى شاعر مشهور، بس لو كان لقى بيئة اجتماعية كويسة عايش فيها. لكن للأسف المشاكل اللي كان عايش فيها بينه وبين أبوه وأمه هي اللي عملت منه بني آدم مجرم ومنحرف. ده عاش مطرود أكتر ما عاش جوه بيت أهله. يا ابني أنت كنت عارف الموضوع ده؟ للأسف أنا لما مضيت الإذن بمراقبته
بعد كده سبت القضية لواحد زميل ليا هو اللي مضى الإذن عشان يقبض عليهم. وكان إيه يا ابني اللي حصل عشان يوصلوا للانحراف بالشكل ده؟ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي كانوا بيمروا بيها. مشاكل اجتماعية إيه واقتصادية إيه؟ ما هو لو كل شاب هيمر بمشاكل اجتماعية هنحارف كده، شباب بلدنا كله هنحارف. قتلت واحد ملوش اي ذنب وقتلته بيد، بس اكيد هو راح لحته احسن بكتير من اللي احنا فيها دلوقتي. هتعمل ايه؟ عمره يا اخي. انا قتل يا دينا؟ ده انا عمري ما اذيت نمله، ده انا ما قتلتش اللي قتل ابوه، ما خلتش بطار ابوه، وبسببها عمي حتى حرمني اني اشوف امي. وانا عمي كان السبب في موت امي. بس يا خالد، بس ما تخلينيش عيط. وبعدين يا اخي ما تحملش نفسك فوق طاقتها بقى. الدنيا بتسود في عيني يا دينا. كل ما افتكر العسكري اللي قتلته ده واقف قدامي افكر في اهلي. تعرف عسكري زي ده لو سالتيه قلت له ايه طموحك؟ يقول لك مرتب يكفيني ويجوع عزيمتي، مرتب يخليني لما اشوف العربيات السبعة متر والعماير اللي بتنطح في السحاب أبص للناس ده بسماحة نفس. كان أحلامه بسيطة، فكر متجوز ولا لا، عنده أولاد ولا لا، ويا ترى ابنه يطلع زي. طبعا لما يطلع يلاقي أبوه قتل ظلم أكيد هيقتل وهيسرق وهينهب ويبقى ذنبه في رقبتي. لا ما تقولش كده، ربنا أكيد هيغفر لنا، ربنا غفور رحيم يا خالي. بجد يا دينا؟ احنا ليه ربنا ممكن يسامحني؟ اه طبعا، مش ربنا بيقول ولا تقنطوا من رحمة الله؟ يا رب اغفر لي، نفسي انام يا دينا، نفسي اموت، ده اكتر وقت نفسي اروح فيه الرب. ايه خالد اللي بتقوله ده؟ اكيد اللي جاي احسن ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ، انت السبب في اللي احنا فينا، دمرت حياتي، هو السبب يا طلعت قتل ابويا وامي، هو السبب. ابوك وامك؟ اه، ابويا كان واحد من رجالته واتقتل في عركه كبيره مع تجار المخدرات. امي ماتت بحسرتها عليه، وبدل ما يقف جنبنا طلع اخويا من المدرسه وشغله معاه في تجاره الصمت، وفي الاخر سلط على الحكومه وخلانا انا وانت بقينا من مطاريد. لو بتحبني يا طلعت، لو بتحبني والنبي انتقملي منه عشان خاطري يا طلعت، عشان خاطري. ما تقلقيش يا زينب، ما تقلقيش يا زينب، بقول لك انا هعرف ازاي اجيب حقك. بس انت والنبي ما تعيطي يا زينب. حسبي الله ونعم الوكيل. يا زينب دمعتي غاليه على قلبي يا زينب، بس انا هعرف ازاي انتقم يا زينب، هعرف ازاي انتقم يا زينب. يوه، انت ايه اللي جابك هنا؟ هما مش قالوا الحريم مع بعض والرجاله مع بعض؟ ايه الحريم مع بعض والرجاله مع بعض؟ احنا في مدرسه ولا ايه؟ وبعدين انا ما ينفعش معايا النظام ده، قاعدين يرغوا بره وقالوا لي دماغي. معلش، يومين وهيعدوا. يعدوا؟ يعدوا ازاي في المكان الحقير اللي احنا قاعدين فيه ده؟ المهم احنا احنا ايه؟ عاوز ايه؟ عاوزك دلوقتي. احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين انت ناسي اللي احنا فيه؟ لا مش ناسي، وعشان كده عاوزك. مش يمكن تكون دي اخر مره لينا مع بعض؟ بقول لك ايه يا طلعت، ما تيجي نروح المكتب بتاع اللي اسمه شاكر ده وناخد المستندات اللي تخصنا يعني ونطير. ما تفتكروش ان الموضوع ده سهل، ده تعبان محدش يعرفه قدي. زينة زينة،
انا قلت لك 100,000 مره ما تتكلميش في الموضوع ده خالص. قلبي مش مطمن يا طلق. ما تقلقيش يا زينة القلب، الناس دي انا عارف سكاكهم كويس واعرف ازاي اوصل لها. ما تنجزوا يا جماعه بقى، نروح مكتب الراجل ونقشطه وناخد الورق اللي يخصنا، ولا من شاف ولا من ديري. صح، انا موافق. كانت جابت منكم ده كربط، احنا ناقصين مصايب. ما تتهدي يا ابني، انت مالك فيه ايه؟ صدعتنا. ما اللي هيرس عليك هيتنيل يرس علينا كلنا مع بعضينا يعني. انا موافق على كلامك يا ماجد، واللي يخاف يخليه. انا ما بخافش غير من اللي خلقني. امال مالك فيه ايه؟ لا لا خالد، بلاش سلاح، بلاش، خليه معايا. انت عصبي، بلاش. ما تخافش يا ماجد، حب طبنجه تكون معايا. انتوا مالكوا كده يعني قاعدين تخططوا وتظبطوا؟ وانتي يا اختي انتي ما بتخافيش؟ واخاف من ايه يا حبيبتي؟ من ايتها حاجه يعني؟ يا ستي خليها على الله ونعمه بالله. بس انتي طلعتي قلبك جامد قوي، وانا اللي كنت فاكره نفسي يعني مجنونه. يا جماعه احنا عايزين نركز ونشوف هنعمل ايه بالظبط. الموضوع ده مش سهل، محتاج ترتيبات جامده قوي، محتاج تخطيط. يلا، ويبقى يدور علينا هو بقى. لا يا جماعه، ليه ليه؟ تمام يعني ايه؟ ماشي، ربنا يسهل. يلا يا جماعه احنا خدنا فلوس كتير قوي يا عم. فلوس ايه؟ يلا يا جماعه يلا قبل ما حد يجي. والله يا الراجل يصحى. اقول لكم ايه، الورق ده اكيد فيه بناوي متلتله. ورق ايه؟ يلا يا جماعه يلا. ماجد ماجد ماجد، كلم خالد الاول خليه يامن لنا الطريق. يلا يلا بس يلا. ام احمد، ام احمد، ايوه ايوه يا باشا، ايوه ايوه. عم احمد مم عليه يا باشا، كل حاجه موجوده قدام حضرتك. بتقول ايه؟ امتى ده حصل؟ من شويه. بص بعد اذنك يا مربي، اتفضل حضروا العربيه فورا. امرك يا بص. اه يا بص، لو الاقيك في اخر البرميل ده. ماشي يا بص، انا هوريك. الأولة سرقة، والتانية بقى فضيحة، أما التالتة بإذن الله هتكون المعتقل. ولسه أوعدكم إن الراجل ده هيقول شباب الأونس مقاصة بايعين بلح 10 على 10. أنتوا مش هتوزعوا الفلوس دي بقى ولا إيه؟ آه، أنتوا تعملوا حسابكم تقسموا على 7. أنا وزينة جينا معاكم. أنا مش عاوزة الفلوس دي، ولا كمان حد الله بيني وبين الفلوس دي. كل اللي بيحصل لنا ده سبب الفلوس الحرام. الفلوس دي لازم يتولع فيها. فلوس ايه يا جدعان اللي يتولع فيها؟ ونولع فيها بقى وتطلع دخان، والدخان يفضحنا مع الجيران. لا لا لا، احنا عايزينها احنا. ما شافهمش هما بيسرقوا، شافهم هما بيتحاسبوا. اه، من الاخر، عاوزين فلوسكم ولا نقسمهم على 5؟ قسموها على 5. فلوس ايه يا جماعه؟ فلوس ايه اللي انتوا قاعدين بترغوا عليها؟ الورق اللي في ايدينا ده ممكن يوديه في 60 داهية. بس اهم حاجه ان احنا لازم نكبر الورق ده ونبعته لكل مجلات وجرايد مصر. اهم حاجه ان احنا نبعتها للنائب العام. العدل فين يا محكمه؟ على الارض ولا في السماء؟ اكبر حديد احوتنا واحنا الابرياء، احنا اللي ضعنا في زمانكم واللي انتشر فيه الرياح.
كبير عن الحق اتعمى وصغير على الارض اترمى. العدل فين يا محكمة؟ العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته. العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته. وبكرة يا ما نديت عليك يعني الظلم انتصر وبالمفيد المختصر. العدل الظلم انتصر وبالمفيد المختصر. ردينا لعيوننا البصر والشعب على الكلمة تقول سر الحياة وكل عمله. بكرة وصل ما أجمله لكن بلاش تتفتتوا.